دكتور معلش زيادة. انا هقطع حضرتك، لكن علشان نبقى في نفس السياق، وحضرتك بتتكلم على التوسعه على وجه الخصوص، وطبعا الطرق الجديده ساهمت بشكل كبير، لكن انعكاس ده بالنسبه للمواطن على انخفاض الحوادث، لان طبعا احنا كنا فتره من الفترات يعني كان حوادث الطرق حدث بلا حرج، الحمد لله دلوقتي احنا بنتكلم على نقص 41%. ليس فقط في نقص الحوادث، لكن بما ان انت اشرتي بالاحصائيات الرسميه للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، بتقول ان شبكه الطرق القوميه الجديده وما تم توسعته ورفع كفاءته من محاور ساهم في تخفيض الحوادث على الشبكه القوميه للطرق بنسب تتراوح من 25 الى 45%. ده طبعا ليه مردود كبير جدا على ان انا بحافظ على حياه المواطن وبقلل من اللي بتتحمله الدوله لو لا قدر الله حد اصيب في شيء من عدم القدره على العمل نتيجه حادث او ويمكن كمان مزلقانات السكه الحديد كانت واحده من يعني بنسمع عنها بشكل متكرر في حوادث الطرق وحوادث القطارات. يعني يمكن السكه الحديد عايز يفرد لها مساحه اكبر، لكن بشكل سريع الدوله اشتغلت على تطوير المرفق بتاع السكه الحديد اللي كان قبل 2014 على شفا الانهيار، مديون للدوله ب 55 مليار. استطاعت الدوله انها تطور هذا المرفق بشكل كبير جدا من خلال تطوير نظم التحكم والاشارات لتقليل الاعتماد على العنصر البشري اللي كانت سبب معظم الحوادث اللي بيحصل. في نفس الوقت طب عند حضرتك معلش يا دكتور، ولو تصور ارقام تقريبيه، احنا بنتكلم بين عالمين ما قبل وما بعد، هل عندنا شبكه الطرق كانت تقريبا قد ايه ودلوقتي بقينا قد ايه؟ لو في ارقام تقريبيه يعني. اجمالي شبكه الطرق زادت على مستوى الجمهوريه بنسبه تصل الى 23% في السنوات الماضيه من 2014 الى الان. لما نتحدث عن مرافق السكه الحديد، احنا كان عندنا اجمالي الشبكه الحديديه اللي موجوده 9500 كيلو متر طولي من السكه الحديد، لم يطرق عليها لحد 2014 اي زياده. النهارده احنا شغالين على ارض الواقع في شبكه قطارات سريعه هتزودي 2000 كيلو متر طولي من المسارات الحديدية الجديدة أو السكك الحديدية الجديدة اللي هي بتعتبر كمان جر كهربائي أو نقل أخطر أو طاقة خضراء زي ما بيقولوا.